من يعرف هذا الحرف؟ حاء. حاء. سأعطي كل طفل بطاقة وعليه أن يخفيها في مكان، على شرط أن يبدأ اسم المكان بحرف الحاء. وما دوري أنا؟ تحاول أن تعرف أين أخفو الحروف. سهلة. والآن ابتعد. أين ستخفينها؟ خلف الحجر. صح، حجر يبدأ بحرف الحاء. حجر. وأنت أين ستخفينها؟ خلف الحائط. كلمة حائط تبدأ بحرف الحاء. حائط. وأنت يا عائشة؟ بين الحشائش. صح، حشائش تبدأ بحرف الحاء. حشائش. والآن واحد اثنان ثلاثة. هيا يا نعمان. هل ستعرف؟ فكر جيدا قبل أن تقول أسماء الأماكن التي أخفو خلفها الحروف. سأعرف. سأذكر اسما واحدا فيه كل الأماكن والبطاقات الثلاث. اسم لمكان واحد. حديقة. حديقة، كل الأماكن التي اختاروها في هذه الحديقة، وهي تبدأ بحرف الحاء. حديقة فعلا تبدأ بحرف الحاء، ولكننا قلنا أشياء في الحديقة وحولها. ثلاثة أشياء حولنا تبدأ بحرف الحاء. حائط. صح، حائط. حجر. صح، حجر. حشائش. صح، حشائش. كل هذه الأسماء تبدأ بحرف الحاء. Thank you.
نعم، هل تريد مساعدة؟ نعم نعم أريد. اسمي حاء، وأنا من شركة حاء، حاء وحاء وحاء المحدودة. أتمنى أن تكون مهتماً ببعض الأشياء التي تبدأ أسماؤها بالحرف حاء. حسناً، كنت أعرف أنك مهتم. انتظر لأريك المجموعة. يمكن أن أبيعك حذاء أو حبل أو حمامة، وعندي حمل ظريف، أو ربما تفضل حسام. أتراه صغيراً عليك؟ إذن ما رأيك بأكبر ما عندي؟ حوت. وما هذا؟ رأيك حكيم يا سيدي، هذا آخر منتجاتنا. حفرة. حفرة؟ شيء مضحك. بعض الأشياء التي تبدأ أسماؤها بالحرف حاء لا تنفع في التجارة. هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا، هيا انظروا وانتبهوا ثم احذروا، هذه التي ترونها ألعاب تعرفونها، من بينها مجموعة فيها شبه وواحد مختلف لا ينتمي لهذه المجموعة. هيا انظروا هيا حذروا، ما اللعبة التي هنا لا تنتمي؟ ما اللعبة التي هنا تختلف؟ إن تحذروا أو تعرفوا مرحى لكم، وتلك كل القصة. إذا عرفتم الصبي الذي يلعب كرة المضرب فإنكم بذلك توصلتم إلى الجواب الصحيح. فعلا صحيح. مرحبا، أنا الضفدع كامل، واليوم سنعمل بعض التمارين. سنعمل هذه التمارين مع صديقين من أصدقائي، هما صخر وواد، وهما دبان. والآن دعنا نرى صخر. هاي أين وادي؟ كيف حالك اليوم؟ هاي ها؟ إنه هناك؟ هاي وادي كيف حالك؟ هل أنتما مستعدان؟ حسناً، التمرين الأول لمس أصابع الرجلين. حسناً، هيا يا صخر إلى الأسفل والمس الأصابع. فهم؟ مستعد يا صخر؟ جاهز؟ سنأكل فيما بعد، موافق؟ ها؟ ها؟ والآن وادي، هل تتمرن؟ وادي، انظر هذه التمارين حلوة. هيا تعال، انظر إلى صخر، لاحظ كيف يعمل، إنه عظيم في التمارين. جيد، والآن التمرين الذي سنعمله جميعاً هو التمدد. حسناً، والآن سيتمدد صخر. ممتاز يا صخر، شيء جميل. جيد، الكل يتمدد مرة أخرى. ها وادي، جيد، تمدد. كيف أكل وادي؟ حسناً، سنعمل تمريناً ثانياً غير الأول، مثل ما يفعل الدب الموجود هنا. حسناً، مد رقبتك أيها الدب، الكل يمد رقبته، حركها بشكل دائرة. جيد جيد يا صخر، حركها بشكل دائرة، ممتاز. والآن لأبتعد عن هذا، هاي اسمعوا، والآن سنعمل تمريناً آخر. يا صخر هيا أعمل التمرين. يا صخر يا صخر اسمعوا، إذا كنتم لا تريدون سأترككم، مع السلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. خدمة؟ من فضلك، أين أجد ملسون؟ في الحديقة. ومن أين أصل إلى الحديقة؟ من هنا، هي أمامك، خطوات فقط. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا يا سيد. أهلا. عفوا، لحظة. نعم، أين ملسون؟
ملسون في بيته. وأين بيته؟ في الحديقة. لا أرى ملسون ولا أرى بيتاً في الحديقة. هذا هو بيت ملسون. هو يسكن في هذا البيت؟ نعم. ومن أين يدخلون إليه؟ من بابه طبعاً. كل الجهات متشابهة ومغلقة. دق على أي مكان سيفتح لك ملسون وستعرف أين الباب. شكراً يا سيدي. عفواً. ادخل. من أين أدخل؟ من الباب. وأين الباب؟ أين تذهب؟ أين الباب لأدخل؟ من هنا. نعم، خدمة. هذه دعوة لك لحضور مسرحية. هذه قصة البلاد الحزين. قبل مئات السنين كانت بلاد اليابان بلادا حزينة جدا. إنني حزين جدا. أنا حزينة جدا، لكن ماذا نعمل؟ وكان سبب حزن هذه البلاد أنها لما مات الحاكم لم يجد حاكما عادلا يحكم البلاد إلا رجلا شريرا لا يحبه الناس. أراد الناس أن يطردوا هذا الرجل الشرير وينصبوا رجلا فاضلا عادلا في الأحكام. صحيح، ولكن القانون يقول الرجل الذي يريد أن يصير حاكما يجب أن يحضر شيئا إلى القصر، شيئا لا يوجد مثله في أي مكان، شيئا لا يوجد مثله في الدنيا. طبعا هذا الصعب طبعا. وحاول كل واحد، كلهم حاولوا. يا صاحب المساوئ، سأكون الحاكم. هذه وردة لا يوجد مثلها في العالم. نعم نعم، لحظة، وما قولك بهذه الوردة هنا؟ وظل الناس حزانا كل الوقت يتأوهون ويئنون. لكن حاولوا وحاولوا. ما رأيك بهذا؟ معي مثلها. وهذه الطاقية؟ مثل طاقيتها. لم ينجح أحد ولن ينجح أحد. وفي يوم من الأيام فقيرة تعيسة ولكن رحيمة ذهبت إلى القصر. عفوا سيدي، أهذا مكان اختيار الحاكم؟ ها؟ نعم، لماذا؟ أنا أحضرت شيئا. وضحك الرجل الشرير. ولكن ما هو الشيء الذي أحضرته هذه البنت ولا يوجد مثله في الدنيا؟ أسأل نفس السؤال. أنا. أنت؟ نعم أنا، أحضرت نفسي ولا يوجد أحد مثلي في الدنيا كلها. طبعا يوجد، انظري. نعم صح، لكنها ليست مثلي. لا يوجد في الدنيا بنت مثلي تماما، ابدا ابدا لا يوجد احد. عيناي مختلفتان وشعري ايضا وحتى مشيتي مختلفه. انا الوحيده، لا يوجد احد مثلي. تعال انظر الى قدمي، وانظر الى انفي، وانظر. اسكتي، سمحتك انت على عهد. صح. وبعد ذلك فرح اهل البلد لان هذه البنت الذكيه اللطيفه صارت الحاكمه، وذهب ذاك الشرير. انتظر، كيف تصير الحاكم وهي بنت؟ هي بنت، ها؟ إذن تصير الحاكمة. وهكذا صارت البلاد الحزينة بلادا سعيدة، وهكذا عاشوا مسرورين.
مفتوح مفتوح مفتوح. الصقر طير جميل وقوي، هو من الطيور الجارحة. هذه المخالب القوية يصطاد بها الطيور والأرانب. له عينان قويتان يرى بهما المسافات بعيدة، لذلك يدربه الصيادون ويصطحبونه معهم إلى الصيد. واحدة وواحدة صارت ثلاثة، ثلاث سمكات، ثلاث نقصت واحدة، بقي اثنتان، بقي سمكتان اثنتان، واثنتان صارت أربعة، أربع سمكات، أربع نقصت واحدة، بقي ثلاث، ثلاث سمكات، ثلاث نقصت واحدة، بقي اثنتان، بقي سمكتان اثنتان، و اثنتان صارت أربعا، أربع من السمك، أربع نقصت واحدة، بقي ثلاث، ثلاث سمكات، ثلاث نقصت واحدة، بقي اثنتان، اثنتان واثنتان صارت أربعا. السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا، أخيرا أتيت إلى شارعنا. كنت أتمنى دائما أن يمر صباغ أحذية في شارعنا. عندي حذاء بحاجة إلى تصليح، وحذاء بحاجة إلى تلبية، سآتي بهما، انتظر لحظة. هشام، هشام، نعم. لماذا أعطيت أحذيتك لهذا الرجل؟ هو صباغ أحذية ومصلح، يصبغها ويصلحها. يصلحها؟ نعم، هذا عمله، كما أنا أصلح الراديوات والتلفزيونات والأدوات الكهربائية الأخرى، هو يصلح الأحذية. ولكن أنت عندك دكان وهو يجلس في الشارع. نعمان هو صباغ متجول، ينتقل من شارع إلى شارع، وبذلك يقدم خدمة كبيرة للناس، ويوفر عليهم مشقة الذهاب إلى السوق لتصليح أحذيتهم، إنهم يحتاجون إليه كثيرا. انظر، السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا. أهلاً.
حينا من طبعنا حب العمل حب العمل. بجهودنا نلنا المنى يحيى العمل يحيى العمل. غنوا معي غنوا معي قولوا معي قولوا معي يحيى العمل يحيى العمل. بسكوتتي لا لا بسكوتتي لا هي بسكوتتي بسكوتتي لا هي بسكوتتي لحظة هيه ماذا حدث؟ يدعي أن هذه البسكوتة لا هي بسكوتتي لا هي بسكوتتي ليست لك. لحظة لحظة اسمعا مني، أنا سأحكم من منكما يأخذ البسكوت. أنت تحكم؟ أتظننا مجاني؟ أنت اسمك كعكي تحب البسكوت، إذا حكم ستأخذها. اسمع نحن نعرف من أنت فاح. لا لحظة لحظة اسمعا، أنا سأحكم هكذا، أصغر الجميع يأخذ البسكوت. تظننا مجانين؟ من؟ الأصغر قلت يأخذ البسكوتة؟ نعم تقصد الأصغر؟ نعم صح تمام، والآن اصطفها. حسنا نعم. تعال هيا. هنا هيا. أنا الأصغر. أنت تقصرين نفسك. أنا الأصغر. أنا الأصغر. هي هي هي. نعم أنا الأصغر. لا لا لا, لا. كلاكما سواء صغيران، أنا سأريكما من الأصغر. كيف فعل ذلك؟ لا أعرف لكن هو الأصغر. أعملوا أي شيء لأجل بسكوتة. دائرة 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 دائرتان حرارة الشمس تسخن الماء فيتبخر بخار الماء يرتفع إلى أعلى يصير غيوما ومن الغيوم ينزل المطر حليب حليب يبدأ بالحرف حاء حا حليب هذا الولد احذري يلعب بالطين رجلات تدوران القرص
ويداه تعملان بمهارة. ماذا يصنع؟ تعال هنا، تعال هنا يا بدر. نعم. هي بدر. نعم. ماذا؟ هي عندي حزور. ماذا؟ عندي حزورة. لعبة أخرى. نعم نعم، وهذه اللعبة اسمها ماذا حدث هنا. نعم اسمع، سأريك الصورة وأنت تحزر. نعم. تحزر ماذا حدث قبل أن أرسمها، فاهم؟ نعم فاهم. حسنا، مستعد؟ مستعد، لكن أسئلتك كلها صح سهلة. لكن هذه صعبة. انظر هنا، هذا قفص عصافير. نعم. والباب كما ترى مفتوح. نعم. ماذا حدث هنا؟ طبعا الباب مفتوح، يعني العصفور طار. هذا صحيح. كيف عرفت؟ تقول هذه صعبة؟ عندي غيرها. هاتها. حسنا، هذه صورة رجل، صورة رجل وعلى الأرض قشرة موز. نعم. ماذا حدث هنا؟ ها سهلة، داس الرجل على القشرة فوق على الأرض. صح، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك يا بدر؟ لا أحد يا أنيس، قلت لك أسئلتك كلها هذه سهلة. صعبة، هذه صعبة بدر. قل لي يا بدر ماذا حدث هنا؟ ماذا حدث هنا؟ أنيس لا أرى شيئا. إذا لا تعرف؟ لا تكن سخيفة يا أنيس، لا يوجد شيء على الورقة. ألا تراها؟ بقرة تأكل الأعشاب. وأين الأعشاب؟ الأعشاب أكلتها البقرة. وأين البقرة؟ ذهبت إلى البيت بعد أن أكلت الأعشاب. إذن ولماذا تبقى هنا؟ مرحبا. مرحبا. ماذا جرى؟ لا تعمل، فجأة توقفت. فحصت البنزين؟ فعلا الخزان فارغ من البنزين. وبدون بنزين لا يدور المحرك، أنت بحاجة إلى البنزين؟ ومحطة البنزين بعيدة من هنا. فعلا؟ ما العمل؟ حدث معي ذلك مرة، انتهى بنزين السيارة فتوقفت في منتصف الطريق. ربما أساعدك بشيء من البنزين، عندي بعض منه. ولماذا تحتفظ بالبنزين في عربتك يا عبد الله؟ أنا أحتفظ بالبنزين لتنظيف الملابس من البقع، البنزين يزيلها بسهولة. كن حذراً يا عبد الله، البنزين سريع الاشتعال وهو خطر. أنا لا أستعمل البنزين إلا بحذر. خذ هذه الكمية تكفيك حتى تصل إلى محطة البنزين. شكرا لك وللبنزين. أهلا وسهلا. كلنا نحتاج البنزين وبلادنا فيها الكثير منه والحمد لله. لا 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 لا
صباح يا سمسم، من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي، بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.